قال رحمه الله: باب المناسخة. المناسخات هنا غير النسخ هناك في الشريعة. هنا المناسخات هنا معناها يموت إنسان ثم قبل قسمة التركة يموت أحد الورثة. فقد يقول قائل: أصنع مسألة للأول ومسألة للثاني وانتهى الأمر. قد يكون عندك أكثر من ميت الآن، يعني مثلا تركة من أيام الدولة العثمانية تحصل فيها 40 ميت، ما تستطيع تجعلها مسألة واحدة. وأحيانا يكتبوا عندنا المسائل في أوراق التصوير الكبيرة هذه السكوك، أي نعم. فماذا تصنع؟ لأن تركة واحد، وإن يمت آخر قبل القسمة، قبل قسمة تركة الأول، فصحح الحساب وأعرف سهمه. هذه المناسخة، مفهوم؟ نعم. عكس المناسخات الغرق والهدمة، لا تورث زاهقا من زاهق، سيأتي بإذن الله. نعم. قال رحمه الله: باب المناسخة. إن موت ثان قبل قسم حصل فصحح الأولى وللثاني جعل أخرى. نجعل مسألة للأول نحلها كاملة ومعه هذا الثاني الذي مات، ثم بعد هذا نكتب تاء يعني مات أو توفي، ونجعل له مسألة ثانية، وبعدين نجمع بين المسألتين، ثم الميت الثالث نجمع بين المسألتين، الرابع، وإلى ما لا نهاية، ما لا إشكال. نعم. قال رحمه الله: إن موت ثان قبل قسم حصل فصحح الأولى وللثاني جعل أخرى كذا، واقسم عليها ما قسم له من الأولى، فإن لم ينقسم فاضرب في الأولى وفقها إن وافقت سهامه أو كلها إن فارقت، ومن له شيء في الأولى فاضربي في وفق أو في كل الأخرى تصبي، ومن له شيء في الأخرى في السهام يضرب أو في وفقها يا ذا الهمام، وافعل بثالث كما تقدم إن مات والميراث لم يقسم، وكل صورة للأولى ناسخة، فهذه طريقة المناسخة. تحتاج إلى كتابة. نعم. المهم إحنا قلنا المرحلة الأولى عندنا نفهم ما هي المناسخات، مفهوم؟ وإذا كان عندك تركة وأمكن قسمة الأول على حدة وتأخذ النصيب ثم تجعل له مسألة أخرى تنحل المسائل ولا إشكال، الحمد لله. نعم.